تقبلتها بشكل كويس، يا رب كمان اللي جاي يعجبهم ويبقى على قد المسؤوليه دي. بتجهز المفروض الايام دي للالبوم بتاعك؟ الايام دي بجهز لسنجل هتنزل في نيو يير ان شاء الله اسمها ركز دقيقه، وباذن الله بقى تكمله الالبوم ان شاء الله ينزل على الصيف. هيكون كله كامل؟ الالبوم كله كامل هينزل على الصيف، وفي سنجل اسمها ركز دقيقه دي اللي هتنزل على نيو يير دي ملهاش علاقه خالص بالالبوم، ما حاجه كده تفاؤل مختلف عني شويه، كلمات محمد الشناوي والحان احمد عمار وتوزيع محمد شفيق، ان شاء الله تبقى حاجه تعجب الناس يعني. ابرز اللي تعاونت معاهم في الالبوم مين؟ في طبعا ناس كتير، في دبر حسين، في سلام علي، شريف بدر، مديان، احمد عبد السلام، محمد شفيق، تميم، في اربع اغاني من الحاني، محمد الشناوي، محمد عاطف الحلو، لا في ناس كتير يعني. دايما بتقول ان ستار اكاديمي هو افضل برنامج غنائي، برضه ما زلت عند رايك؟ بص، ستار اكاديمي افضل برامج المواهب، مش افضل برامج الغنائيه، لان هو شامل، هو في تمثيل وغنى ورقص، فانا بشوف ان هو من اكتر البرامج القويه اللي موجوده في العالم العربي اللي كانت بتقدم الفنان كامل، باكج كامله يعني، مش فكره غنى بس، فانا طبعا شايف ان هو من اقوى البرامج اللي كانت موجوده يعني. امنياتك ان شاء الله ايه للسنه الجديده؟ والله امنياتي ان شاء الله باذن الله احنا نقدر نعمل حاجه كويسه في السنه دي، ونقدر نبعد على قد المسؤوليه اللي الناس بتديها لنا، وتبقى سنه سعيده علينا كلنا وعلى مصر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا.